طبعا كما تلاحظون انا الان اتواجد في وسط نهر دجله وبالتحديد بالقرب من القشله. هذه القشله في خلفي مدينه الطيب كما تلاحظون الجفاف، ربما الجفاف ومظاهر ومعالم الجفاف بدات تطفو على سطح نهر دجله. هذا نهر دجله العظيم والعالي، هذا القياش كله كان نهر دجله يصل الى ذلك المكان العالي، اما الان ربما يعني اكثر من 50 متر بدا الجفاف. هذا المكان قديم انه بدا يعني قل منسوب المياه فيه لحد ما وصل الى هذا المكان. حتى في النهر الى يعني مدى 5 امتار او 6 امتار يعني ربما المنسوب قليل جدا، يعني بدات مظاهر الجفاف تطفو على سطح نهر دجله كما تلاحظون هذا القياش. ايضا في المنطقه القريبه من مدينه الطيب فارغه تماما، يعني نطالب الجهات المعنيه، نطالب من السيد النائب الاول حاكم الزاملي كما اشار وصرح في وقت سابق قال انه سيرسل وفدين الى جارتين تركيا وايران للتفاوض بخصوص الحصص المائيه، والا سيشهد العراق جفافا قاتلا، ستقتل المحاصيل الزراعيه، وسيشهد ايضا نهر دجله في السنتين القادمين او ربما في الاقرب وقت ممكن، لاننا نشهد يعني فتره جفاف وشحه في الامطار. اذ لم تتحرك الحكومه والجهات المعنيه سيقتل نهري دجله والفرات في القريب العاجل.